إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه. نحن مع الآية الثامنة عشرة من سورة آل عمران. حيث يقول الله عز وجل شهد الله انه لا اله الا هو والملائكه واولو العلم قائما بالقسط لا اله الا هو العزيز الحكيم. لما نقف امام هذه الآيه سنجد امامنا شهاده الله سبحانه وتعالى على وحدانيته وانه قائم بالقسط. وهذا مفهوم فالله سبحانه وتعالى اعلم بذاته وحين يشهد فشهادته مفهومه للعقل اما شهاده اولو العلم فهذه تحتاج الى شيء من البيان لما نقول ان الله سبحانه وتعالى قائم بالقسط في هذا الكون لما نقول ان الله سبحانه وتعالى واحد في هذا الكون يا ترى اهل العلم والناس الذين يعني في مختلف العلوم يصلون الى الله عز وجل بعقولهم يستطيعون ان يهتدوا اليه يستطيعون ان يشهدوا بوحدانيته ويشهدوا بعدله ويشهدوا بضبطه لهذا الوجود ولهذا الكون ام ان هذا الامر خفي لا يعلمه الا الله عز وجل هذا السؤال الكبير المتعلق بهذه المساله يغوص بنا عميقا في التاريخ نحن نعرف انه حسب الروايه القرانيه ابونا ادم عليه السلام شهد الملأ الاعلى وهبط الى الارض وقام بدوره مع ابنائه في اعمار في عمار هذه الارض وسكناها لكن سنجد عندنا بعد فجوات كبيره جدا في التاريخ في مساله الرسالات والنبوات لان في انبياء كثر لم يق... تم اخبارنا بهم ورسل لم نخبر بهم فبالتالي امم الارض جميعا لما جيت تقرا التاريخ وتحاول تحاول ان تبحث عن الاحافير، تحاول ان تبحث عن بقايا قصه الانسان على الارض. لما ننظر الى هذا الانسان في بحثه عن احتياجاته الاساسيه، كيف يقترب من الله سبحانه وتعالى شيئا فشيئا؟ لما ننظر الى الرسومات التي بقيت في على الكهوف في العالم نجد اشياء كثيره جدا توحي ان عند الانسان حاجه فطريه لوجود دين ما. لانه تحيط به ظواهر كثيره تحيط به امور كثيره في حياته يحتاج فيها الى قدر من الامن وقدر من الامان لا يجده الا في ذات متعاليه ساميه كيف يعبر عن هذه الذات كيف ينظر الى هذه الذات من خلال الموجودات التي تحيط به هذا امر اخر لكن اول قضايا الانسان حاجته الاساسيه للدين حاجته الاساسيه ليعرف سببا لوجوده ليفسر قضايا الموت ليفسر قضايا ما بعد الموت عندما يفقد حبيب اين سيذهب هذا الحبيب هل هو مثل بقيه الحيوانات سينفق ام هذا الحبيب وهذا الانسان الغالي عليه سيكون له مصير اخر هذه الاسئله الكبرى اللي مرت بها البشريه في بداياتها تبلورت في عصر ما الى اسئله اكثر تعقيدا لما بدا الانسان يمارس الفلسفه بدات تظهر اسئله كبرى. فالانسان المتسائل بدا من هذا الوجود القائم الذي يحيط به في سؤاله الكبير عن الموجودات من اين تاتي واين تذهب؟ هذا السؤال كبير جدا، يعني كان يرى الربيع ويرى الخضره والماء والزهور والانهار وما الى ذلك. ثم ياتي الخريف فتختفي كل هذه المظاهر كانها لم تكن مطلقا. ثم ياتي ربيع اخر بعد الامطار وبعد فصل الشتاء فجاه تزهر الارض كما كانت وتظهر العصافير وتسيل الانهار وتبدو الحياه مره اخرى كانها عادت، سؤاله الكبير كان عن الماده من اين جاءت؟ من اين جاءت كل هذه الحياه؟ من اين جاءت هذه الخضره؟ من اين استعادت الطبيعه ذاتها؟ مما تتكون هذه الطبيعه؟ بدات الاسئله تتوالد والانسان يبحث عن سر هذا الوجود سر هذا الكون الذي يحيط به قد يكون وصل لاسئله مربكه ففي لحظه تاريخيه وصل انه ربما يكون الهواء ربما يكون الماء ربما يكون الهواء والماء ربما يكون الهواء والماء والتراب ربما يكون الماء والهواء والتراب والنار الاربعه عناصر التي يتكلم عنها الفلاسفه في البدايات ووصل العقل البشري إلى مسألة الذرة الجسم الذي لا ينقسم باعتباره أساس هذا الوجود لكن عقل الإنسان لم يقف عند هذا السؤال برز سؤال آخر لكن هذا الوجود أيا كان الذي نشهده هو وجود مركب وبما أنه مركب فهو حادث ليس أزلي ليس قديم لا بد أن يكون له موجد أحدثه وركبه ونسجه على هذا المنوال، على هذا النظام البديع الذي يوجد فيه. فكيف تتعاقب فصول السنه؟ وكيف يتحرك الانسان؟ كيف ينظر؟ كيف يشم؟ كيف يلمس؟ كل ما في الوجود يبدو منسقا منظما تتتابع فيه الاشياء وتترابط. من اين حدث ذلك كله؟ ورد السؤال الثاني في الفلسفه السؤال الكبير جدا هو عن من هو المحرك الاول؟ من الذي حرك هذا الوجود واوجده ونظمه ورتبه توالت الاعمال الفلسفيه الكبرى تبحث عن هذا الوجود الكبير المتعالي ووصلت وهي تتلمس في هذا الظلام الدامس محاوله معرفه ما وراء الوجود الا ان لا بد ان يكون هذا الموجود الاول الدائم الازلي لا بد ان يكون عاقلا وحكيما اذ انتج هذا الانتاج لا بد ان يكون قادرا وقويا ليستطيع ان ينظم هذا الكون هذا التنظيم الذي يوجد فيه فالعقل الانساني تطور طورا بعد طور باحثا عن هذه الذات الالهيه وعن هذا الوجود المتكامل الازلي الابدي الذي انشا هذا الكون واوجد هذه الحياه ونظمها ورتبها. ما الذي كان يبحث عنه الانسان في رحلته الكبرى؟ هو يبحث عن معنى لوجوده. هو كائن عاقل بين موجودات كثيره لا تعقل. هو متسائل عن غده وخائف منه ومتسائل عن ماضيه وخائف منه وقلق على لحظته. هو يبحث عن امان في هذا الكون العظيم. هكذا توالت اسئله اهل العلم وهي تبحث عن هذا الموجود الازلي والذي شهدت له الفطره قبل ان تشهد له العقول فالفطره شهدت له باحتياجاتها اليوم الانسان ايا كان حال هذا الانسان تجده الانسان الذي لا يؤمن تجد عنده معتقدات اخرى بديله عن الايمان باله اخر لكنه لا يستطيع ان يعيش بدون إيمان معين بقضايا معينة يرتكن إليها عند الألم وعند الحزن وعند المرض وعند الخوف وعند كل هذه الظواهر الحياتية الناس بحثت فيها عن الأديان سواء كانت في غاب في مجا في متاهات أفريقيا أو غابات الأمازون أو كانت في مناطق الحضر والبناء والعمران كان الإنسان متسائلا عن وجود أعلى باستمرار أحيانا ينسبه للطبيعة فيعبد الاشياء اللي موجوده في الطبيعه واحيانا يتجه الى قضايا السحر وما الى ذلك يحاول ان يجد فيها عزاء واحيانا يبحث عن ما وراء ذلك فخلق الالهه المؤنسنه التي تشبه الانسان في شكله او تشبه الحيوانات التي يراها في الوجود لكنها غير موجوده في هذا الكون لكنها تتحكم في هذا الكون عقله استمر في البحث ولم يقبل كل هذه الاجابات باحثا عن وجود متعال سام كامل ازلي هذا الذي اوصل الفلاسفه الى ما يسمى اله الفلاسفه هو اله تجريدي ولكنه كان بحث عميق عن هذا المعنى الكبير سر الوجود ثم لما نزلت الرسالات وحصحص الحق وتبين اصبح هذا الامر مؤكدا بشهادات من أولئك النفر من الرسل الذين ابتعثهم الله والذين عرفوا بصدقهم وعرفوا بإخلاصهم وعرفوا بتجردهم والذين لم يطلبوا من الناس شيئا مقابل ما يقدمونه من تضحيات هؤلاء الرسل أكملوا الإجابة التي كان يبحث عنها الإنسان فإذا شهادة أهل العلم بالوجود الإلهي المتعالي مفهومة وطبيعية في هذا النسق الكبير من درس رحله الفلسفه في بحثها عن الوجود المتسامي يجد انها قطعت اشواطا كبيره في القرب من هذا المعنى الكبير جدا شهدت الفطره بذلك قبلها في بحث الانسان عن الموجود الاعلى وشهدت العقول بعد ذلك بهذا البحث المتسامي المتواصل عن هذا الوجود الاعلى وبعد ذلك جاءت الرسالات لتؤكد هذا ثم جاءت العلوم الحديثة العلوم الحديثة أثبتت أن هذا الكون حادث وليس بأزلي وأن مادته لا بد أن تكون حادثة وأن هذا الكون يوجد فيه من النظام والتعقيد ما لم يكن يخطر في بال أحد لا من الفلاسفة ولا من سبقهم كيف أن نسب الهواء في الأكسجين والهيدروجين والذرات نسب الغازات في الهواء لو تغير شيء منها لفسد هذا الكون. نسبة الحرارة في هذا الكون لو تغير شيء منها لفسد هذا الكون. اقتراب النجوم او بعدها عن الارض لو اقتربت قليلا او زادت قليلا فسد هذا الكون. كل شيء في الكون بمقدار، هذا ما يكتشفه العلم. ثم ان العلم اليوم يبحث عن قوانين الوجود، ما الذي يبحث عنه العلم؟ في قوانين الوجود. هو يبحث عن ظواهر الانتظام في هذا الوجود، هو يقر بان هناك داخل الظواهر قوانين تحكمها، وهو يبحث عن هذه القوانين ليتحكم في هذه الظواهر. هذه القوانين المنظمه للكون، من وضعها؟ من اقر مقاديرها؟ من رتبها؟ هذا الترتيب وهذا التنسيق الذي حير العلماء والذي لا زالوا يبحثون وهم على ضفاف العلم. لأنه الله سبحانه وتعالى وما أوتيتم من العلم إلا قليلا كيف نتجت هذه المعرفة الضخمة جدا عند الإنسان نتيجة الاقتراب من حقائق من حقائق الوجود إذا لما نقول إن الله سبحانه وتعالى شهد لنفسه بالوحدانية وبالعدل وأن العلماء شهدوا له بذلك أيضا هذا كلام مفهوم في ضوء تجربة الإنسان وخبرته ونتوقف إن شاء الله هنا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته <applause> هذا القران يهدي للتي هي اقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات ان لهم اجرا كبيرا